شباب فليتفضل مشكورا. تحية نضالية قيادة حزبية، تحية نضالية قيادة حزبية، تحية نضالية قيادة حزبية، تحية نضالية قيادة حزبية، تحية نضالية قيادة حزبية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. الأخوات المناضلات، الإخوة المناضلين، في البداية أبارك لكم جميعا شهر رمضان، هذا الشهر المبارك، أتمنى أن يكون خيرا على الشعب المغربي وكل المسلمين عبر العالم. في البداية لابد أن أؤكد سعادتي الكبيرة وأنا أمام هذه المقاطعة والتي ابتدأنا بها جميعا منذ سنة 1992 إلى اليوم. 23 سنة للعمل إلى جانبكم وإلى جانب ساكنة مدينة فاس من أجل أن تسترجع هذه المدينة المقدسة تاريخها الزاهر. هذه الجماعة جماعة زواغة والتي بدأنا العمل بها ونحن شباب كانت عبارة عن أحياء غير مجهزة، كانت عن عبارة عن حافات، وكانت عبارة عن دور للصفيح من بنسودة إلى زواغة، إلى زواغة السفلى، إلى المرينيين بكل أحيائها. كانت أحياء تسمى في مدينة فاس بالحزام الأسود، وكانت العناية بهذه الأحياء منذ أن بدأنا، وكان البرنامج الأول هو هذه المقاطعة وهذا المقر الذي نتواجد نحن جميعا فيه هذه الليلة بإمكانيات بسيطة ولكن بعزيمة قوية من المنتخبين ومن ساكنة بلدية زواغة آنذاك. مدينة فاس ومؤسسها المولى إدريس الأول.